of June, some events took place rapidly, and the news coming that ISIS attack Mosul city. في احد من الاصدقاء اللي بالموصل من صار سقوط يوم 9/6 بالموصل اجوا يمي للبيت هم مسلمين دقوا علي قالوا لي غزوان اطلع من البيت اطلع من دارك اليوم راح يطبون عليكم داعش قلت له شلون تعرف قال لي غزوان شو بدي اقول لك انت اخ عزيز علي انت احترمتنا واحنا اصدقاء قدامى. But my mother, she felt there something will happen. So she said, let's go, let's go, let's go. They are starting to making the end sign, Arabic letter for Nazareth, which means the Christian. لأن كانت الجوامع بتصيح بالموصل لا تشترون أي شيء من المسيحي لأن المسيحي راح يترك ويصير لكم غنائم هذا الشيء لا تشترون من المسيحي فكان الشيء إذا بيسوى يعني مثلا خلينا نقول مليون دولار هم بيشتروا ب100,000 دولار أنتوا عن طريق سبيكرات أو كبرات الصوت كيف تعيشون معهم هاي المدينة الكنائس ممنوعة There's a car of ISIS spoke with the speakers because speakers said all the Christians must leave Mosul must leave Mosul or they will be Muslims or they will be killed فكثير كل الناس الحين اغلبيتهم ما قبلوا هذا الشيء، اغلبيتهم طلع اللي تقدر يطلع يطلع، اللي ما يقدر يطلع بقى هناك اسلم او قتل. وانا قلت له قال لي قوم ترى منطقتنا وضعها كلها يعني زرعان وجيش وهذا قال لي ده اقول لك قوم ما حد ما ضل. اباوع الساعه 2:30 شويه مفروض الصباح اباوع سياره بس التلفزيون طلعت قلت والله يكون طبوا قفت كل شيء كل شيء ما عجبني غير بس الهوية من دخلوا كل المناطق سهل نينوى تركنا كل شيء طلعنا احنا في وقتها ما كنا متوقعين انه ما ممكن نرجع ما نرجع للبيت ما اخذنا كل شيء من البيت No one, no cars in the streets It's appear like abandoned city City with 3 million, 3 million No one, no one, you can't see anyone وطلعوا إلى طلعنا انهزمنا في السيطرات كلها نسدد أيضا السيطرات سدوها بوشنا قالوا ماكو حد يدخل فأخذني قال راح أعبرك سوى مفارس كشكل مفارس بالطريق قلت له شلون راح طلعنا قال أنا طلعكم سيارتي قلت له مو يعرفون أني مسيحي بالسيطرة قال لي ما عليك ندبرها الله موجود ندبرها عبارت ما مشيت يمكن 500 متر أزيد لقتني دورية سيارة هامر علم أسود عليها مع داعش وواحد لابس زي مع داعش وأربعة وياه مدنيين وانتبهت الشكل على اليمين لقيت تقريبا 6-7 كتفين يديهم وشادين عيونهم قال لي ارجع البرطلة لا تطلع من برطلة اقعد ولا تطلع من عندها قمت اتوسل بي سحب عليه سلاح يعني سحب عليه اقسام يعني قلت له عمي يعني شتيد هسه قال لي ارجع ده اقول لك من اقول لك ارجع ارجع We left in the road, only the people inside the mosque know it. So it's so bad road. We circled about the one, around the one time because the Kurdish army don't allow the people to enter Kurdistan. We stay in the road. My father asked us, where will we go? You imagine yourself, ISIS behind you and nobody in front of you. Where will we go? فمن وصلنا سيطرة نزلوا وين رايحين؟ قلت له عندنا حالة وفاة بأربيل وخبرونا ولازم نحضر العزاء قال منو هذا الحيوان اللي فطس عندكم؟ قلت له أحد من أقربائي قال يلا هذا واحد نصراني كافر بالجهنم طبه مرض قلت له أشكرك أنتم حرمات العيشة فيكم حياة انتم تعيشوها حرامات طلعت مفاتيح سلسلة مفاتيح انطيتها إلى قلت له بيتي موجود بالمنصور فلان مكان عينت له المكان العنوان الصحيح انطيته إياه قلت له بيتي موجود فلان مكان هذا الكلام وأنا خايف صحيح أقول لك يعني موقف واحد واصل موقف موت قتل لأن احنا أنا قبل يعني فترة 20 يوم 20-25 يوم أنا أشوف الجثث مسلوطة بالشوارع الجثث مشعولة محروقة بالنار مقتولة مقطوعة الرأس ففكرت نفسي أنا من مثلهم يوم الثالث
همينك جو علينا. العصر همينك جو، يوم الثالث همينك جو، هم سحبوه على صفحة، حكوا ويا ما ادري ايش، قالوا له بتشي تقنعهم، بتشي تحكي وياهم، بتشي انت تأثر عليهم. بطرس عوف هذا الموضوع، احنا لو يهدونا، قال يا بابا بابا ما يهدوكم، احتمال يقتلوكم. يعني انا باليوم كنت اشرب باكيت ونص، قمت اشرب اربع باكيتات اشرباني، يعني سيجارة ما اطفيها، يعني ما ازتها، اعلقها بنفسها. يعني حتى نجاة كانت تيجي علي يعني كانت تبكي، تقول لي راح تموت، اقول لها خليها اموت، بس لا يعني اصير يعني اصير بس مثله المهم يعني شفت بعزاز شفت حالة صار بي حالة نفسية المهم أنا أبكي هي تبكي فأنا قبل عرفت هم ليش يريدون ياخذوه لأنه صارت حالات خطف قبل أبوي وعرفنا بهذا الشيء مو كان جديد يعني قال لهم يابا ما يخالف شو تريدون؟ قالوا نريد احنا من عندكم 100,000 دولار فقالوا لهم والله إذا ما تقدرون تدفعون عندكم خيارات أخرى قال شنو هالخيارات الأخرى؟ قال تشهرون إسلامكم واحنا نعفيكم عن أي شيء تدفعون وقالوا إذا انت رفضت لازم خلال 24 ساعة تدبرون هذا المبلغ وإلا راح نتصل بكم تسمعون صوت الوالد لآخر مرة عندنا سيارة وعندنا محل وكله بعنا وما كفل الدين When I hit you, you can forgive me. But when I took your house, you can't forgive me. When I took from you your photo, your memories, your future, when I made you suffering, this is not easy for me in that time. I said, this is God want this. If God allowed to make this with us, He will give us more and more than what they took. Anyone who wants to follow me should carry their cross and follow. And we are now carrying the cross and follow Jesus. ما يقولون الإنسان ما يستاهل إنه يضحي أي شيء على مود المسيح المسيح أغلى من أن تضحي لأي شيء يعني طبعاً اللذة هذه قرب الإنسان على الله لأنه هو بالعكس يعني أنت لما تحس نفسك مضطهد يعني الإنسان يعني على مود المسيح تصير مضطهد يعني تصير فرحة بداخل الإنسان لأنه يعني لما أنت تضطهد على مود المسيح يعني هذا الشيء مو قليل طوبى لكم لو اضطهدوكم من اجل اسمي يعني هذا الشيء يعني انا اشوفه انه مرات اقول لنفسي اني ما استحق ان حتى اضطهد على المسيح لانه عرفت من الكتاب مو هم من الكتاب المقدس الشيطان هو يحركهم هم لا هم انسان وبشر مثلي هم بس هم الشيطان مسيطر عليهم انا مسامحهم كل قلبي واحنا نحبهم وان شاء الله يا ربي تتغير افكارهم باسم ربي يسوع المسيح أنا أوجه كلمة إلى داعش إنه كل الأموال وكل الأشياء اللي أنت أخذتها وكل الأعمال السيئة اللي عملتها ما رح تفيدك شيء بالعكس أنت لو ماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أنت ربحت كل شيء وأخذت أموال فلوس كسبت خطايا لكن أنت خسران نفسك أبداً يعني الشر ما راح ينتصر على الخير لا الخير بالنهاية راح ينتصر هو يعني أنا هذا رأيي يا بني السماوي نشكرك على نعمة الخلاص الوهبت لنا نشكرك على النعمة المجانية الوهبت لهذا العالم تخلي محبتك تملى قلوبنا لأن عندك محبة خلي غفران يملى قلوبنا لكي نغفر لأعدائنا I was a lecturer at Mosul University. كنت مديرة مدرسة في مدرسة باطنة البنات. الصراحة قبل ما أشتغل بالكحول كنت أشتغل شيف طباخ أنا. يعني قبل كنت شرطي. كنت أشتغل يعني سائق تاكسي. I'm 20 years old. About my education, I studied only one year in medical school in Iraq.